السلام عليكم، معكم الاخ عبد الرحمن نكير، ذاكر انجليش. غنشوفوا الشرح ديال فريز فيرب لوك داون اون سامبادي. اوكي، مثال: هي لوكس داون اون اني وان هو ديدنت جو تو يونيفرسيتي. دونك هنا لوكس داون اون سامبادي يعني تيشوف بنظره يعني قليله يعني التقدير، بحال اللي تيحتقر. اوكي، هي لوكس داون اون سامبادي، تيحتقر شكون؟ تيشوفهم بواحد النظره دونيه. اوكي، هي لوكس داون اون اني وان هو ديدنت جو تو يونيفرسيتي، اللي ما مشاش دار الجامعه، اللي ما قراش في الجامعه، تينظر ليه بواحد النظره دونيه. اوكي، يعني قليله التقدير. اوكي، دونك لوك He looks down on anyone who didn't go to university. دونك هذا المثال بسيط باش تعقلوا على look down on somebody. دونك إلى أن نلتقي بكم والسلام عليكم.